أطلق الجهاز الوطني للضرائب الخليجية خدمة جديدة للمستهلكين عبر موقعه الإلكتروني، تتيح إمكانية التحقق من حصول أي شركة أو مؤسسة تجارية أو محل تجاري على شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة، ومن ثم إمكانية فرضها على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام القانون. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في إطار الحرص على وضع مصلحة المستهلك وحقه في الحصول على المعلومة السليمة في المقام الأول، إلى جانب تهيئة كافة العوامل اللازمة لنجاح عملية التدشين الأولي للقيمة المضافة وتنفيذها بأقصى درجات الشفافية. وبين الجهاز الوطني للضرائب أن الخدمة الجديدة ستكون بمثابة أداة فاعلة للرصد الفوري لأي مخالفات في مجال المرحلة الأولية لتطبيق القيمة المضافة فيما يتعلق بأعمال الضريبة من قبل جهات غير مسجلة. وبموجب هذه الخدمة سوف يتمكن المستهلك من التحقق إن كانت الشركات مسجلة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين من عدمه عبر إدخال رقم الحساب الضريبي لضريبة القيمة المضافة أو رقم السجل التجاري أو من خلال عملية مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يتم عرضه على الشهادة الضريبية. وفي حال وجود التسجيل وصحته سوف تظهر بيانات الجهة بعد البحث، أما في حال عدم التسجيل فعلى القائم بالبحث إبلاغ الجهاز الوطني للضرائب الخليجية على الفور.